من صغير متربي على العنصرية في البيت. أنا بساند في كلام الأستاذ، قال هو يتقبط في يوم 6 أبريل في المعتقل، قاعدين يسألوا يدقوه يسألوه يقول له قبيلتك شنو. أنا طبعا خلال 4 شهور البظاهر بمشي شمبات، بمشي مدرمان، بمشي برغي، في حاجة واحدة طلعت من رأسي، إنه المفاهيم الزروالي أجدادي، إنه الناس ديل كده وكده واللون كده وديل كده كلها طشت من رأسي. إنه العنصرية، أنا شايف إنه كل الشباب في الميدان دي يعني العقلية إنه بتاع عنصرية، إنه دي شنو ودي شنو. يا أخي جينا الميدان إحنا شفنا التنوع بتاع السودان كله. وعندي تعليق بسيط لكلام الدكتورة جبيل، قال لا للخبلية الكلام، قال ما صح. أنا في رأيي إنه لا للخبلية صح. ليه؟ لأنك أنت لما تقول قبيلة الزول، قبيلة الزول، طيب ما خلاص تعالوا نكتبه في الجامعة ذات جامعة الشوايقة دي، جامعة فورد دي، جامعة أرب، القبيلة دي بالسايد في العنصرية هي ذاتها. اسمه يا اسمه دي شنو؟ هسي حاليا احنا قاعدين هنا كشباب، انا مما ابدا اعرف نفسي قبل دي كده دي كده دي كده. يلا احنا كزول انسان عنده طبع الدم، صلة الدم. هسي انا لما نكون بجنبه كده دي قبل تسوى بيتلصق معه طوالي، ما عندي شغلة بالناس الباقية يا جماعة، بيتلصق معه طوالي، حتى لو حصلت اي نيرتا او اي حاجة بقول له يا اصلي الناس دي الفعامهم كده، هاي الناس اللي بخارج منه. هي لا للقبلية هنا، إن أنت لو ناديت باسم القبلية قبيلة صح، الناس السودان كلها قبائل، حتى في مصر ده في قبائل يا جماعة، في قبائل، لكن أنا ما بقول أنا قبيلتي كده، أنا سوداني، ما بقول أنا كده، أنا سوداني. هي بتقول إن صح ممكن القبيلة يذكر عنها دي قبيلتها، وأنا بقول العكس، انه انا زمان اذكر قبيله الزول انه حاجه كده، انا بساعد الناس دي على ببعد من المجتمع، بكون مع القبيله الواحده. بس تعال لك يا شباب اعلق على كلامك، هو فعلا القبيله هي جزء ومكون اساسي من المجتمع بتاعنا، ما بنقدر ننفيها، ما بنقول لزول اطلع من قبيلتك او انفي قبيلتك. القبيله ممكن تكون الدوله اي تتعامل معاه في الاجراءات الرسميه لحاجات هي محتاجه لها، يعني سالوك من قبيلتك لتصنيف لحاجه ممكن يستفيد منه في الابحاث، دي الحاجه اللي احنا دايرينها، مش يميزوك بقى عن غيرك، دي الحاجه المفترض الناس توعوها، انه القبيله ما هي عشان انا اميزك بينك وبين غيرك، لا لا، في الدراسات للابحاث لحاجات معينه يحتاجوا يقوموا تطوروا البلد علميا وتمشي لقدام. تمام. طيب مرحبا بك، عرفنا باسمك ورايك شنو في القبيله والتنوع اللي احنا ماشيين دايرين نمشي لحته شنو التنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. عمكم عباس محمد ياض الله عثمان، مواليد 57. والله احنا جينا هنا الاعتصام ده مش عشان نغير، احنا عشان نشيد ازرق. وبنتو انت عاوزين شنو؟ الحاجه دايرين احنا عاوزين نقف معاكم، وللاسف الشديد يعني دايما يحز في النفس اننا جيل 57 حضرنا حكومه نميري، وهذا كلام للتاريخ. القبيله تلاشت تماما، كانت الروابط رابطه الشماليه، رابطه دارفور، رابطه كردفان، رابطه الجنوب. هذه الرابطه مثلا من دارفور، كنت انا من رابطه دارفور، لكن فيها الجعلي وفيها الشاقي وفيها اليمني وفيها الفزاني، كل من يسكن في الاقليم بغض النظر عن قبيلته هم ابناء هذا الاقليم. وبالتالي القبيله كانت تلاشت فعلا في حكومه نميري، وكان يقدم الكفاءات يعني في الصحه، في التعليم، في كذا، كله كفاءات، حتى التعيين في الدوله. يعني اعلمكم، كنت في الاتحاد الاشتراكي، اللجنه التنفيذيه الاتحاد الاشتراكي جامعه ام دنان الاسلاميه، لكن عند التعيين ذهبت الى لجنه الاختيار مع الشيوعي ومع الاخ المسلم ومع المستقل، وكان شهاداتنا هي الفيصل في القبول. لكن اتت هذه هؤلاء الكذبه الدجالين باسم الدين، واحيطكم علما كنا يعني نحاضر الناس ونفهمهم ان هؤلاء ليس لهم علاقه بالدين البته، هم اتوا بهذا الدين لياكلوا وليطعموا
وليستلموا السلطة وليتمكنوا، لكن الدين من حيث هو دين هم لا علاقة لهم به البتة، لا يعرفون الدين. الدين هو معاني وسلوك وليس محاضرات ولا خطب. إما فيما يتعلق بالقبيلة فالله سبحانه وتعالى قد انتهى من هذا الكلام، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. لا، هذه القبيلة لا بد منا. لماذا؟ عشان الناس تتفرق. كان ممكن ربنا يخلق الناس كلهم على قالب واحد على لون واحد، ما تعرف أمك من أبوك من حبوبتك من أختك، لكن هذه القبلية وبيوتات القبلية ليتعارف الناس لا ليتفاضل الناس فيما بينهم. فيما يتعلق بالعمل العام وإدارة الدولة وإدارة شؤون الناس فهو للكفاءة، للكفاءة وللجدارة بالاختبار. يعني مثلا دولة السودان، حكومة السودان لا تعين إلا طلاب الامتياز، إن خلص الامتياز بعد ذلك طلاب جيد جدا، بعد ذلك طلاب جيد. لكن للأسف الشديد زهاد 30 عاما وأنا أعمل في مرفق جامعي جامعة أم درمان الإسلامية، والله يعينون أساتذة بتقدير جيد، بكلاريوس جيد يعين به أستاذ، بما أنه هنالك الطلاب بدرجة امتياز بيسوقوا ركشات للانتماء وليس للكفاءة. إحنا الآن قامت الثورة وحمدنا الله أنه أبنائنا الصغار دين كلكم عرفتوا أنه الدين ده شيء والواقع ده شيء والسياسة شيء، وما في داعي الناس يدخلوا السياسة في الدين ولا الدين في السياسة، لأنك لو دخلت السياسة في الدين هتفسده ولو دخلت الدين في السياسة هتفسده. لماذا؟ لأن الدين لله وليعلم الجميع ربنا ما رسل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقيم دولة، قال إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، تبشر وتنذر فقط لكن لا لتقيم دولة. إقامة الدولة في المدينة دي كانت اضطرارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة، ولو تركت له الحرية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة لمحتاج في مكة لمحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج. إذن أي كاذب دجال يأتيكم أنه سيكون دولة إسلامية بعد الخلافة الراشدة هو كذاب منافق معارض لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قال عن الأمر هذا في نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب اسمه القاضيات، قال يا جماعة إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم كان خلافة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا عضوضا، أي عض الناس عض ده بني أمية وبني العباس، ثم يكون جبروتا وطغيانا وفساد في الأمة. هذا ما استقر عليه الحال. ما يجي كذاب يقول لك أنا تاني دار أقيم الخلافة الإسلامية، أنت كاذب يا أخي. الخلافة الإسلامية ما أقاموها الصحابة، علي كان صحابي ومعاوية كان صحابي، اختلفوا وخلافهم إلى هذا اليوم. ما في تاني دولة إسلامية، ولكن هنالك أفراد مسلمين. أنت علاقة الإسلام مطلوب منك أن تصلح ما بينك وبين الله، وهذا الشعب السوداني يعلم الجميع. إحنا اقتربنا من هذه البلاد التي تسمى السودان وذهبنا إلى الخليج وعملنا به، كان يعرف السوداني بالأمانة وبالنزاهة وبالرجولة. والله الكويتي نضرب بابه الساعة 10-11 بالليل تفتح لنا زوجته الباب وتكرمنا وتدخلنا ولا تفتح لشقيقه الباب. حتى أتى هؤلاء فأفسدوا عقلية الإنسان السوداني، وكنا أهل زهد وأهل ورع وأهل تقوى، التاجر والغفير صينية واحدة، ده كان السودان. لما ديل جو الحرامية ديل وجمعوا مال الحرام ده سووا العمارات وسووا العربات وسووا الركشات وظنوا أنهم سيبقون خالدين في هذه الدنيا وضيعوا الناس. ما كان في السودان يا جماعة محتاج، والله كنا نركب القطر من نيالة لحد ما نجي الخرطوم، والله الزوادة ما عندنا، والله ناكل مع أخواننا نتزود لحد ما نحصل الخرطوم برضو يأجروا لنا التاكسي لحد ما نمشي الداخلية وبعد ذلك ناكل من إيه؟ من أهل الداخلية. هذا هو السودان، كان تكافل تراحم حتى أدت هذه الجماعة التغمة، وما في لا أي طريقة لأنهم كاذبين. لابد أن يفرقوا بين الناس، ففرقوا بين الناس، جعلي شاقي نفيعابي مسلاتي برناوي هوساوي فلاتي جاي من الغرب جاي من الشمال جاي من الشرق، حتى
السياسة التي اتخذها معنا الإنجليز وهي تسمى سياسة فرق شنو؟ تسد. إحنا جماعة التنوع بتاعنا ده جماعة تنوع بتاع ذكاء. الشعب السوداني ده أذكى شعب على وجه الأرض. وبالتالي شفت الشعب الأمريكي ده ما عمل الكرت الأخضر اللي بيسووه ده إلا من أجل أن يدخل الشعب السوداني لأمريكا. دي حقيقة يا جماعة. يا جماعة نحن تمازج بتاع 600 قبيلة، 600 قبيلة تمازجت وتداخلت في الزواج. أي سوداني أنا من الشوايق إلى الجعليين إلى الفور تجدهم لو جيت الفراش شوف الناس اللي تلقى الأسود تلقى الأحمر تلقى الأبيض تلقى الشعر قرقودي تلقى دوت عمد دوت خالد دوت حبوب. إحنا مزيج، إحنا خليط من الشعب تربينا على دين التصوف، على دين العلاقة بينك وبين الله، على دين أن تحاسب أنت نفسك ولا يحاسبك الناس. وبالتالي قبل الإنقاذ ما كان في وزير حرامي ولا كان في وكيل وزارة حرامي، لكن بعد ما جدل الهؤلاء السفلة ظهر الحرامية في الوزير والغفير والفراش والأستاذ والصيدلي والطبيب، كلهم طلعوا لصوص لأنه لا دين لهم، لأن الدين كان من أجل السلطة ومن أجل التمكين ولم يكن دينا من أجل الله سبحانه وتعالى. فأنتوا يا شباب والله بخير وعلى خير وذهبين على خير، وهذه ثورتكم، وأنا متأكد جدا إن حاولوا أن يلتفوا عليها وهم الآن يحاولوا أن يلتفوا عليها وكونوا دولتهم العقيدة ليضحضوا هذا الأمر، لكن يحكموا من؟ أنتم المستقبل وأنتم قطرة في الطموم. إما أن يقتلوكم جميعا وهم سيلحقوكم لأن أعمارهم ستفنى، فالمستقبل لكم أنتم وليس لهم. هم قد انقضوا وإن دولتهم قد انتهت. ولا تؤمنوا بما يسمى بالدولة العميقة. شنو يعني الدولة العميقة؟ شنو يعني كل الموظفين تيار إسلامي؟ التيار الإسلامي ذاتهم الشباب من التيار الإسلامي الصادق المؤمن المصدق عارف أنه الشيوخ ديل ما هم إلا مجموعة بتاع الدجالين وحرامية ونصابين أكلوا مال الشعب وقتلوا ونهبوا وسفقوا واغتصبوا. ده كل فعلوه باسم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي بريئة منه. فيا شباب المسار الذي يذهب إليه هؤلاء الشباب سلام وحرية وعدالة دي هي القيم بتاعتنا ذات اللي كانت موجودة في السودان، أضعناها نحن أو أضعوها هؤلاء في زهاء 30 سنة دي ضاعت، إحنا دارين نرجعها. لكن والله أي سوداني كان حر وكان مسالم وكان عادل وكان مساوي وما كان يظلم أحد، وكان السودان يتحرك من الشمالية دي بحماله، نامن يصل دارفور، نامن يصل الدمازين، نامن يصل الأنقسلة، والله ما يخاف على نفسه ولا على حماره إلا من المرفعين، لكن يأكل ويشرب وكبان كان طابت نفسه يتزوج وهو في آمن سالم على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه. ما تشوهت صورة الشعب السوداني إلا زهاء 30 سنة. عشان كده يا أولادي أنتوا أحصروا نفسكم في 30 سنة من 89 إلى يومنا هذا، ما التغيير الذي حصل في المناهج التعليمية في المناهج السلوكية في التعيين في كذا؟ أدرسوا هذه الأشياء وأعيدوها إلى نصابها ما قبل شنو 89، ستعود إلى السودان الأصيل الذي يخاف الله ويحترم الجار والجوار. إحنا والله يا شباب كنا شباب والله بالغين، والله جارك يمرق من البيت مسافر يا ولد تعال امشي نوم مع اخواتك ديل. ده يا جماعة ده نحن دجيلنا نحن كان بهذا، وهذا هو الشعب السوداني شنو الاصيل. لكن في 30 سنة دي شوهوا النازل اي حاجة. انتوا يا اولادي بس ادرسوا شباب الباحثين ديل من 89 يشوفوا المناهج التربوية اللي جابوه شنو والمناهج السلوكية اللي جابوه شنو والكذب والدجل والشعوذة والبثاء. الله أكبر الله أكبر ونأكل مما نزرع يا أخي دي الناس لا عقول لهم يا أخي. دي الناس بيقول لك نأكل مما نزرع، انت عارف نأكل مما نزرع ده شعار يناقض ما جاء به الله سبحانه وتعالى، يناقض القرآن الكريم. ربنا قال أرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع من؟ الله. أنت كبشر عليك الحراسة فقط، لكن لأنه لا عقول لهم جارين نأكل مما نزرع. والله مما تزرع ما تأكل بصر يا ابن الكلب. أنت تحرس بس، أنت عليك الحراسة إما الزراعة
والشيء اللي بيتم تحت التربة ده كله حق الله، زي الحاجة اللي بيتم في الرحم كلها حقت منه؟ حقت الله. انت ما عندك فيها حاجة، انت جامع المرأة بعد ذاك البحث الجوا عشان انت ما عارفه، يمرق ولد يمرق ما بتاع يمرق بنية بيد ده حق منه؟ حق الله. تزرع الواطدي الشيء اللي بيدور تحت الأرض والتركيبات الفيزيائية والكيميائية اللي بتتم تحتي دي بيعلمها منه؟ الله مسخرة ربه. انت عليك الحراسة بس كبشر، زي ما بيقول لك أزعى أنا أطلع السوق لكن ما أعرف ألقى شنو رزقي يكون شنو. أنتوا يا أبنائي والله على خير، وأنا والله إحنا طبعا ضاع من عمرنا 30 سنة مع هؤلاء الكذابين الدجالين، يعني جعلوا الشعب السوداني اثنين، ولا كاذب ولا دجال ولا منتفع ولا مسلط ولا قاتل أو مغتصب، دينهم ولا يكون يهودي حالاتنا ده لعب في ساكت ما عارف راسه من شنو من قعره درويش. أنتوا بعيتوا وصحيتوا، وأنا شايفكم كلكم ولدتوا في زمن الإنغازة، يعني كلكم ما بين الثلاثين والعشرين أو قول من أربعين لما تحت كلكم تعتبروا شباب شنو الإنغاز، يعني حاولوا أن ينتهوا منكم تماما. والله أنا من الذين يئست منكم، والله قلت يا أولادنا ديل والله الناس البنطلان بنطلون وناصر ده وشعر المعولك ده وناشفين تلقى الواحد اللي هلهوا يلولحوا عليك الله ديل يجيبوا شنو يسوي شنو. فشوف سبحان الله الإنغازي قام من خمسة حركات، خمسة حركات مسلحة موجودة في السودان وخمسة ستة انقلابات، ودكتور خليل دخل لحد هنا ما انقلبت الإنقاذ، قاموا الأولاد من أبات شعيرات ديل تسقط بس تسقط بس تسقط بس سقطوه. والله مش والله والله مش السودانيين في نيالة، والله ناس المؤتمر الوطني اللي قاعدين فيه في زيتنا ما صدقوا الحكومة انقلبت يا أخي ديل سقطوه. شوفوا ديل ولا لم سقطوه سقطوه. حس يا جماعة دلالة على ذلك أنه سقطوه. إحنا الآن نتكلم بحرية تمام قدام القيادة العامة، قدام القيادة العامة وما همانا ما دام جيشنا شنو معانا. يلا يا شباب نعينكم الله، وهذا خير يعني ما تفعلوا، ودائما تدارسوا الأمور فيما بينكم، وانظروا إلى كل سيء زرعوه فيكم هؤلاء الناس أقلعوه من أنفسكم. والله المستقبل لكم، والله المستقبل أن يقود هذا السودان العالم، لأن الخيرات اللي موجودة في السودان لا توازيها خيرات في العالم إلا في أمريكا، إلا في أمريكا غير أمريكا لا. هذا هو الشعب السوداني، ولا يوجد إنسان أزكى من الشعب السوداني إلا الشعب السوداني بس. لكن للأسف قتلونا، قتلوا المناهج، قتلوا الهمة، قتلوا الرجولة، قتلوا الشجاعة، قتلوا المروءة، ما تركوا فينا شيء أبدا، أصبحنا بس دلاقين دلاقين ماشى. ارجعوا تاني يا شباب وإن شاء الله سيعود السودان، ونسأل الله أن نعيش يوم واحد وأنتم على سدة الحكم. السلام عليكم. خيرك يا أبو نتمنى ان شاء الله تكون معنا في معاكم على طول من شباب ديل بالحوار. الو قررنا انه السلام الاجتماعي النخب السودانيه ما تقربوا شباب ديل تماما قادرين يتحاولوا ان شاء الله تحققوا ان شاء الله تحققوا. مرحبا بك، عرفنا عليك المبادره للعنصرية نعم للتنوع، فكره شنو في التنوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اقول من كده أول حاجة شهر مبارك وكريم عليكم جميعا، وصوموا وتفطروا على خير وصحة وعافية. الشكر وبنقدم الامتنان والتقدير طبعا الشكر لله على هذا التوفيق الذي حدث وهذه النقلة الكبيرة والثورة المباركة بإذن الله تعالى، بالرغم من كل المعوقات وجود الدولة العميقة، ولكن إن شاء الله منتصرين مسلحين بالإرادة وبالعلم وبالإصرار. طبعا مسألة العنصرية، طيب دكتور باب الدين أبسام يوسف، نحن طبعا تخرجنا 89 في الإنغاز وهاجرنا، أستاذ جامعنا تخصص أستاذ مساعد في علم النفس التربوي في المملكة العربية السعودية. طبعا الموضوع هذا موضوع شائك وطويل، ولكن لن نستطيع أن نحاربه إلا بالعلم والوعي. وأنا أعتقد تماما، والكلام ده كتبناه لو أنت بتتابعه في الفيس وقلناه، لأنه نحن عندنا حاجة اسمها هيئة الأساتذة للمملكة العربية السعودية، بنجي نقدم محاضرات في الفترة الصيفية بالرغم العنوان الكبير حقهم يعني حق الإنغازيين، ولكن نحن بنجي نعمل ضوطنا. والتحمنا الحقيقة مع الطلاب وقدمنا محاضرات في جامعة المدرسة الأهلية
والكلام ده قلناه قبل 4 سنين انه شروط التغيير اكتملت. لانه الحقيقة عندما كنا بنقدم محاضرات في تطوير الذات كنا نفاجئ انه بدرجة وعي مرتفعة جدا بالرغم من الامور السالبة. طبعا المجتمع السوداني مجتمع فيه مرجعيات وعنده قيم وعنده اشياء كثيرة جدا، ولذلك كنت تفطروا انه السالب كله كان هو الظاهر مش الايجابي، ولكن السالب مش هو الكثير كان، لكن الايجابي ودرجة الوعي والتمسك بالقيم وهذه كلها ساهمت في هذه الثورة المباركة. وأنا أختلف مع الأستاذ شوية، هم صنعوا الدولة العميقة والآن بتقابلنا في الجامعات، لأنه في الجامعات هم مش بيعينوا الكفاءة، هم أصلا خرجوا ناس بالامتياز. الكلام ده معلوم لنا كلنا وعارفينه، يعني هذه ذاتها مشكلة الآن حنقابلها، ولكن معلومة يعني معلوم كان بيخرجوا الناس كيف انتوا درستوا في الجامعات وبيتعاملوا مع ما بعرف مع المجاهد ومع ايش وكل الامور اللي كانت موجوده وماشيه. انا اعتقد يعني نحن الجيل اللي تخرجنا 89 90 الى الان دفعتنا الان في جروبات لا نعرف قبائل بعض، وهذه كانت مساله ايجابيه مش سلبيه يعني. وانا اعتقد ولكن الانغاز فصلت نفسها في فواصل. الفاصل الاول كان هو الفاصل بتاع الكذب، الفاصل الديني هو اللي استمر 10 سنوات وكان ده موجود وشيخنا المخادع وكل المسائل اللي حصلت وكانت كلها مرئيه بالنسبه لكم وانتم كنتوا صغار، يعني احنا كنا حاضرين وكانت هذه المساله باسم الدين دي ال10 سنوات الاولى. اما في ال10 سنوات الثانيه كانت مساله بتاع التحكم بتاع عنصريه، ولذلك الشاهد انه هم ادخلوا مساله القبليه وحاولوا يفصلوا السودان ويعملوا الحروب لاستمرارهم. وانا دار انبه على حاجه مهمه جدا جدا، انه العنصريه دي لا تزال طبعا الا بالتعليم والوعي، ولكن هي كمساله موجوده في السودان احنا بنحترف بها زي ما قال استاذنا، بنحترف بها كواقع اجتماعي ولكن ما بفرق بيناتنا. وانا افتكر انه هذه المساله ما بتجي بينا الا انه احنا نقدر بمسألة التصاهر الاجتماعي اللي كان موجود في غرب السودان. كان في تصاهر اجتماعي، ما كان في حاجة اسمها مزرقة وفي حاجة اسمها دي العرب ودين، ولكن هذا الخطاب ظهر أخيرا وهم خلقوا لهم الإشياد بتدعم ليه وكلكم معلوم لديكم المسألة. ولذلك أنا أفتكر لابد أن نصبر عليها شوية بواسطة هذه الثورة. وفي حاجة مهمة جدا جدا، الإنغاز 30 سنة لعبت دور خطير جدا في السودان، إنه هي حاولت تمسح حاجة اسمها حزبية. لا نستطيع أن نعيش في السودان ده ولا نستطيع أن نحقق هذه الثورة الحرية والعدالة، لا نستطيع والسلام أن نحققها إلا أن نحي مسألة الحزبية. لأنه لو ما في حزبية حتنزل الدرجة الأدنى، الدرجة الأدنى طوال هي القبلية. 598 قبيلة موجودة في السودان، كيف انت حتتحاكم؟ ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، هذه كيف بنت إحلال فرصة؟ لن نستطيع أن نتيح عليها الفرصة. ولذلك الإنغاز لعبت في 30 سنة، دمرت واختالت القيادات السياسية واختالت مسألة الحزبية تماما في نفوس الناس، كأنه الحزبية دي شيطنة. وإلى الآن الدجاج الإلكتروني الراصد الحقيقي للسوشيال ميديا يلاحظ إنه بيضربوا في هذه المسألة. صحيح أن إحنا الآن محتاجين لأحزاب جديدة، هذا كلام صحيح، محتاجين الأحزاب القديمة نفسها أن تغير من جسدها وتتيح فرصة للشباب. نحن في السودان 66% نسبة الشباب، يبقى ما عندنا أي مناص إنه التغيير الجاي ده وتغيير شباب وتغيير لازم. وعلى فكرة العالم نفسه في أبحاث وإنت تقول الباحثين وفي علم متغير الآن، كل العلوم الطبيعية والإنسانية عندها 18 شهر بتتغير. يعني الآن الساعد الثورة السودانية وهذا الموجود الآن الزخم الموجود هي السوشيال ميديا الآن. يعني البشير عندما قال الرئيس المخلوع قال والله أنا ما بسقطوا الناس الفيسبوك، كم بسقطوا الناس الفيسبوك؟ من 2011 هذه بقى الثقافة موجودة ولا تأثير ولا واقع ولا ما مسألة بتاعة كل النتائج الموجودة. أنا أوصي بالآتي، الناس بتحتاج الحقيقة تحتاج إلى إدارة بتاعة تحديد أولويات، هذه مهمة جدا، والسقف بتاع أهداف وطنية الناس تجتمع فيه ده مهم جدا. بعدك أنت تبقى ما تبقى لما يهمنا، نحن يكون عندنا السقف، لأنه هذا السقف هم سحبوه كله ودمروا النسيج بتاعه. ولكن ما يفرح انه هذه الثورة الان في هذا الميدان المبارك ومنذ ان قامت اعادت اللحمة للمجتمع السوداني واعادت له كله
حاجات القيم الأساسية من تعاون من وإلى. وهذا كان الشعار يا عنصري أيوة يا مغرور كل البلد. هذا عاد النسيج وأنا بعتبر إنه نحن محظوظين جدا وهذه الفرصة الآن أتت ونحن نعلم إنه الآن هذا المجلس العسكري الموجود هو اللي غاصته هذه الحقيقة. ولكن بعد الصبر إن شاء الله منتصرين بإذن الله تعالى باعتبار إنه الإرادة العالمية نفسها الآن ما بتقبل أي حكم عسكري هذا معلوم كما تعلمون أنتم. ولا في أفريقيا الحمد لله تعافت الآن أفريقيا الآن ماشية في نهضة وحسب الدراسات الموجودة السودان موعود إذا جاءت الحكومة المدنية 5 سنين فقط السودان حيتغير. لماذا؟ مش كلام زي لأنه هذا السودان غني ثري جدا. يكفي أنتم شفتوا الفضيحة بتاعة الذهب الوجرودة الذهب باختصار شديد هم احترفوا أخيرا الذهب يدخل للدولة هم باحترامهم هم المجرمين دين قالوا بدخل لنا 10 مليار للتنطن 10 مليار البيعود إلى بنك السودان قالوا 1.6 مليار سوء الكلام ده شوفوا الفضيحة دي كده. ولن يدخل ميزانية السودان ما موجود في الميزانية يعني بس يكفي هذا غير الثروة الحيوانية وغير ما تعلمونه من أمور كثيرة. إحنا محتاجين نتسلح وهذا أنا بفتكر يعني منبر واعي جدا محتاجين أن إحنا إلى بحوث إلى دراسات إلى وعي محتاجين إلى محاضرات تفاكر مع الناس لأنه قوتنا في وحدتنا. ونسأل الله أن يوفقكم ويوفق جميع الشباب ويحفظكم وبإذن الله أنتم منتصرين أضيئتوا لنا النور يعني جزاكم الله خير. شكرا دكتور. شكرا لك يا دكتور كلامك جميل ده عاقب على حاجة الحتة بتاع شنو الأحزاب طوال الفترة بتاعة الثلاثين سنة الشباب دي كلهم بيعلموا إنه الأحزاب دي ما عندها برامج. نحن التحدي دارينه في قدام في المستقبل إنه الأحزاب تكون ذات برامج واضحة وشنو تستوعب طاقات وقدرات الشباب. الناس قالوا 4 سنين ما في مشكلة لكن بس أهم شيء برامج أهم شيء برامج الشباب دي كلهم دارين برامج وحزبي ما يكون عشائري أو قبائلي حزبي خاضع إنه يقدم لنا برامج وماشي لقدام نطور نمشي لقدام في الحين عندنا ندي فرصة لي خلاص تمام نتفق كلنا على 5 دقائق يا جماعة عشان نشارك أو أقل من 5 دقائق قول 4 دقائق عشان أكبر كمية من الناس يشاركوا تمام اتفضل يا أستاذ عرفي اسمك ورأيك في شنو المبادرة اسمها لا للعنصرية نعم للتنوع فكرتك شنو التنوع اللي قدام ممكن يكون شكرا لك يلا يا أخد كيف يا دكتور؟ الله يبارك فيك. أنور دفع الله. الله يسلمك. مؤسس المجموعة. أنا بابتدين والله كويس نجي شارك معكم. طوال هاي حبابة. كيف؟ أيوب زين. ديكم العاب. تمسكوا؟ لا وين عاد؟ لا وين؟ تمسكوا. مايك تعال. كيف الحال؟ زيك أستاذ كيف؟ السلام عليكم. قرب المايك لي. عرفي نفسك وخذي الموضوع. السلام عليكم رمضان كريم ان شاء الله صوم الدكتور على خير. انا اسمي ابتهال علي محمد يوسف بدرس في جامعه ابن سينا السنه الاولى طب بشري. واحده من الناس اللي كنت حضرت زي مظاهرتين كان بالجامعه كان لهم سنه من الاختراعات كان الفكره كلها انه انا اعرف كيف الناس بتمشي جوا المظاهرات الجوانب حقتها الاثنين اشوف بالاوجه حقتها الاثنين الجوانب بتاعتها لانه في قانون الرياضيات انت لازم تاخد جانب ثاني اذا انت عندك حل تشوف الحل بالطريقه الثانيه. اول حاجه اقول الحمد لمن انعم وعلم بالقلم ورسم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم وحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد بالمختصر المفيد سأقول كما طلبوا مني بأن تكون دقائق مغلولة قليلة سأرد عليكم صفقة الرابحة إن شاء الله. أتقدم وبكل احترام عليكم أن تحسنوا لي منزلي الذي هو عبارة عن بيت صغير كصندوق به كافة أسرار العالم والكون أجمع ويحمل كل القضايا وأهم تلك القضايا تلك القضية التي تتحدث عن قضية الأسرة المحفوف بالمخاطر داخلية يثرب أركويت شارع الموية وأيضا الإسكان أم درمان كرري الحارة الأولى بعد المئة شارع النفايات
القلابات مسجد علي الشايقي، حاشية الملك سبير من سلالة عائلة الشايقية النكاب، منطقة القرابين إلى جميع تلامزة والدي علي محمد يوسف في كل بقاع العالم، أدو التحية للمعلم. التحية لكل معلم أفنى في التعليم شبابه، قلبه زي طباشيرته أبيض، فكره أعمق من كتابه، عشان يعلم جيل معافى في وطن ممتد رحابه، ويسلم الرحمة اللي جابه. أنا بقول لي بتقول لي حبوبة الله يرحمها اسمها فاطمة، بقول لي هو اللي بدعو له. أنا إن شاء الله حأكون طبيبة. أنا أصلا روائية بكتب، كاتبة آخر رواية اسمها حبات استفقت بها، إن كانت أم الدنيا مصر فأبوها السودان، بالسودان ومصر تتحد لتنتج بنتا تسمى فلسطين والصومال البوسنة والهرسك ونيوزلندا. يا ربي ما تحرم بيت من الأطفال. لما كان اعتقلوني قدام الجامعة صرت أتكلم مع الكجر، فلما اقترحت الفكرة على الطلاب داخل الجامعة كلهم كانوا سوريين من ابن سينا، قلت لهم طيب أنا أطلع معاكم برا أتكلم معاهم، قال لي ده ما يفهم ده الكلاب الكجر، قلت لهم يا أخي الكلاب أنا كديزة بعرف أتفاهم معهم، بيسكوني وبجاري معهم ما مشكلة. لما شد لهم قال لي أنت فاكر نفسك شنو يا بنتي، قلت له طفلة، قال لي أنت ما طفلة أنت مرة، قلت لهم ما أنا مش أقدر عشان أبقى مرة. فبتكلم معاه وبسأله قلت له طيب أنا ممكن أسألك سؤال، نحن كنا ثلاثة، واحد معي سوري صاحبي وواحد تاني سينير في طب، لما طلبوا بطاقاتنا نحن الاثنين كانت ما معنا، كان معنا واحد سوداني، فكنا نحن الاثنين وكان مطلوب مني أنا في المحكمة إني أمشي عشان أفك السوداني. نحن فاهمين القصة أصلا لأن نحن أصلا من السودان من هنا، لما كان عايزيني أنا سبيتنا خافوا عليه، قال لي لا ما بيحتاج إنك تمشي ولأنه أنت ما عليك شيء أساسا إنه عشان يكون عايزينك. فالسوداني فكوه براءة الحمد لله، كان يوم أربع تقريبا ما أذكر التاريخ تماما. فأنا أصلا من ناس عشاق سبيستون ما حأكبر عليها أساسا، أنا من مواليد 7/3 حقيقة 2000 لكن كاتبينها لي 99. في الغنية بتاعت سبيستون بتقول يعني هي القضية كلها إنه الناس لازم تحترم الأنثى تحترم الأم تحترم الأطفال، لأنه الأطفال هم اللي بربوا. أنا إن شاء الله نفسي أتخصص أطفال، لسه عندي قدامي 6 سنوات الله يوفقني فيها. نسبتنا ما عارفين انه انا هنا اساسا، لان قلت لهم انا اصلا ما جاي الغيادة وما عندي معها شغلة، فقلت لهم انا في الداخلية. فانا امس كنت بايتة هنا انا وكان معي جلة من السودانيين، واحد اسمه صدام وواحد اسمه البراء وصاحبي اسمه حذيفة. انا كلمتهم بس ما احساس انه انا جاي هنا الليلة تاني، قلت لهم حاجة الساعة 5، هم قال لي تعالى 5:30، جيت الساعة 6:30 وصلت هنا، المواصلة شوية صعبة. فأنا كان الحكاية كلها هنا يعني أتكلم عن أخواني كانوا كلهم بيكونوا في نفس النسق، بس ظروف التعليم شوية صعبة في السودان، إن إحنا ما لقينا الإتاحة الكاملة في السودان عشان يدون التعليم، المفروض يراعوا للتعليم بكل نواحيه في كل البقاع بتاعته. زمان كان بيقولوا في التاريخ السودان سلة غذاء العالم، أنا لما كنت بفتش الموضوع إنه الموضوع عن عبارة عن لعبة جوع. اولا انت منقوله لايف طبعا، انا اسبيتكم اسي والعالم كله عارف انك انت قاعده هنا. نمره 2 عليك الله الالتزام بالموضوع يا اخوان عشان نقدر نستفيد من الجلسه بتاعتنا. التنوع والعنصريه، المفروض ما تكون في عنصريه اساسا، لا فرق بين ابيض لا اسود، في القران بتقول بالتقوى. فانت لما تحتاج ان تفهم الموضوع اقل حاجه تعمل انت تسكت صوت الحاجه اللي جنبك تسمع صوت القرآن. القرآن فيه 114 سورة، السودان فيه 114 لهجة. ذكر ده تقريبا عن القبائل، أنا ما بعرفه كله، أبوي كان بيعمل الشجر بتاعت العيلة كده كلها إنه أبو شاي وميجة عليه طبعا، ما عارفين بتلاقوا كيف، دايما بيسألونا أنتوا مختلفين كده، وأنا طبعا كنت الاختلاف شديد في البيت، كل ما أتكلم حاجة يقول لي اسكتي، كنت مسمية روحي بلاي طيف السرسرة وبكتب. وإن شاء الله رواية بكتب فيها الأخيرة اسمها أسطورة الأنا الملعونة، إنه كلمة الأنا هي تلعنت من عهد سيدنا آدم عليه السلام لما استخدمها إبليس، استخدمها كانت بحسد وحقد. فكلمة حسد وحقد تتكون في اللغة العربية من 3 أحرف، الرمز 3. شكرا جزيلا.
ليكي الحاجه اللي احنا دارين نركز عليها انه نحن دارين نبني مجتمع بتاع تعاون ومصداقيه على اساس انه نقدر نتعامل حتى مع ناس البيت انه البيت تطلع لكن في حدودنا ناس البيت تكون على انها هي عادة تعمل دي الحاجه اللي احنا دارين نمشي عليها ونحترم في الجيل الجاي التنوع بتاعنا حتى البيت يكون عندها دور ورايه في المجتمع ونحترم الجيش والشرطه ديل لان هم ديل حماتنا ودي ناسنا انت مين من الفجر نسميهم حمات الوطن بالمناسبه نكون منتجين فيا ريت الناس تسمع تتكلم لنا بالمحاور واربع دقائق ان شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله محمد رابح مصطفى صيدلي من قبيلة المسلمية بيقولوا لا احنا كان تعريف كده في البداية يعني كده العنوان كان يعني عنصرية كده فإحنا لازم نبدأ من تحت تمام الناس صراحة أبونا دو والدكتور وكده مشوا بعيد في المواضيع لا أنا ما دار أنا بتكلم يا جماعة بتكلم جوال استرافي محو أيوه هاي عليك يا جماعة يا زبي لا يا جماعة سبحان والله راس ضرب نحن كنا نتكلم عن العنصرية يعني بنحاول نعالج المشكلة في الطب الدياجنوزيس بتاع المرض يعني تعمل له تشخيص تاريخ مرض تمام بتبدأ من الزول الأعراض ظهرت لبتين والحياة دي حتى بتبدأ تديه تاني شو هو عنده شو تاني بيبقى الدواء اللي بتديه له تمام على كل أنا عملت تعريف المسألة بتاعت العنصرية صراحة أنا حبيت منك أو من الشيخ ده كان يعني يوضح لنا الكلمة دي فضفاضة يعني العنصرية دي بتحمل حاجات كثيرة عندك محلات أبيض وأسود عندك كطبقية اجتماعية معرض دكتور غفير بتاع دي كلها عنصرية عندك كذلك المؤسسات التوظيف والحياة دي كلها بتدخل في 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 العنصرية ممكن تاخذ منحة تاني كمان في الأسرة كذلك وكيف عنصرية بين الكبير والصغير برضو يعني فالمعنى فضفاض فأنا ما عارف أحدد ذاته محور أنا أتكلم عليه لكن أنا بس دار أتكلم عن إنه القبلية في السودان زي ما قال أبونا ده الحياة دي طبيعية يعني الإنسان ناس علم الاجتماع بيقوله كائن مدني بالطبع يعني أنت مدني إنك بتميل لفئة معينة بطبعك وربنا قال جعلناكم شعوبا وقبائل بتعارض الحياة دي في أصلها ما فيها مشكلة تمام أما إذا دخلت على دواخل تانية أو مؤثرات خارجية مننا أو من الكيزان كاستخدموها عشان يحكموا فترة في البلد دي بضرب على وتر العنصرية فبقت الحياة دي مشوشة يعني أنا أضرب لك مثال في زول من النيل الأبيض هنا زول من النيل الأبيض شفت الكلمة دي بينه وبينك عملت كونكت كده صح ولا ما صح؟ صح؟ لأنه من وين؟ من النيل الأبيض في زول من الدويم هنا لو لقيت زول من الدويم كان ببيعك ببقى معاه دي حياة طبيعية يا جماعة إنه أنا مثلا أنا مسلم مثلا ألقى زول مسلمي أقوم أنا أنكمش عليه زي ما قال الزول قبيلك تمام لكن بيتين بعد أنا جاءنا أتخذ الحاجة بتاعتي دي إنه أنا قبيلة كده عشان أسيطر عليك أنت أو أحسسك إنك دوني بالنسبة لي فدي مشكلة بل دي مشكلة خلت الاستعمار يعني يجينا ويدخل علينا الأتراك لما جوا داخلين البلد دي أول ما جوا داخلين كانوا بيقولوا للناس إن إحنا جينا نخلصكم من الشواقية فكانت أول معركة كانت معركة كورتي في بني شايقية هناك يعني كان فتحوا لنا الابواب الحلفاويين وكده بتاع لانه حيخلصون من شنو من الشاقيه فالمساله دي يعني مساله عميقه زي الدوله العميقه كده موجوده تمام فدار علاج طويل وحاجه طويله لكن هي في اصلها ما كعبه لكن المؤثرات الخارجيه دخلت عليها بقت كعب ف الله يعين والله يسهل ان شاء الله السودان جديد بدون اي حزبيه قبليه يعني الله يعين. جدا لكن ده نخشك في حاجه حته شنو القبيله نحن ما رافضين القبيله بالمناسبه لكن اداره القبيله هي شنو موقفها وين دي الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها التنوع يعني انت تكون بقبيلتك ما في مشكله بس انك انت كيف تقبل الاخر وتقدر تتعاون معه دي الحاجه اللي احنا دايرين في لايه ف مداخله ثانيه يا ريت يا جماعه الناس شنو تستني بالاربع دقائق معلش استاذ اربع دقائق تتكلمين عن المحاور شنو
اللي احنا مركزين على العنصريه. الهدف الاساسي يا جماعه تنوع. نحن انا شايف الناس مركزين على المشكله. نحن دارين نطلع لشنو التنوع. التنوع اللي هو السلام الاجتماعي، التداخل، المصاهره، دي الحاجه اللي احنا دارين نمشي عليها. عرفنا باسمك ورايك في البدء. بسم الله، باسمكم، باسم الكرامه الانسانيه، الاسم صالح عبد المولى، ابن السودان، ابن الحامش، من الغرب. شاكر جدا لإتاحة الفرصة لأهل المبادرة الباحثين. أيضا شاكر الأساس أجد ألقى مجتمع سوداني يتكلم في نقاط حساسة جدا، ما يسمى بالعنصرة العنصرية القبلية. فشاكر كثير في كمية من الدفاع والرفاق، فسابقوني يعني اتكلم وما فيه كفاية. فأنا في منظور شخص أنا بشوف مسألة العنصرية ما بدأت في أهد بشير وبس، بدأت من أهد 56 ليومنا هذا. بعد الاستغلال مباشر كان في واحد غايد ابن السودان قال رغم سواد جلدتنا ولكن سوف نعلن عروبتنا. من هو؟ اسماعيل الأزهري. كويس. إذن العنصرية ما بدأ في أحد البشير وبس، في كمية من الرؤساء قادوا الدولة السودانية ولكن لم نجد أحد أن يحكم السودان بالعدل. في بعض الأسئلة مفترض ممكنها أسأل سؤال السؤال الأول. أنا طالب جامعي بقرأ في القرآن تربية أحياء كيمياء. سؤال الأول، رغم أنا طالب مفترض أبدأ بها، رغم دولة السودانية دولة واسعة، لماذا لم يوجد الجامعات؟ الرغم توجد في بعض الأقاليم، لماذا لم توجد في النطاق الغربي بالتحديد؟ حاجة تاني، لماذا لم يوجد المستشفيات؟ حاجات أساسية. كويس. مشكلة القبلية وما القبلية مشكلته طويلة. البشير لما جات ما بنبدأ من الناس اللي قبل البشير وبس، قد يكون معروف لدى الشعب السوداني ولكن بشير مارس بصورة أبشع. البشير في أحده لما جات ميز لنا بين شنو؟ زرقاء وعرب. فقد يكون أنا من الناس، أبوي زنجي وأمي عربية، فهنا لما جات صلح بعض الناس بالأسلحة وبعض الناس حمشهم. فأنا قد يكون كنت في موقف حرج جدا، لأنه أبوي قد يكون من موقف وأمي من موقف، وجزء مصلح والتاني ما مصلح، والتاني مقاتل طرف التاني، والتاني بكون صامت لم يجد من يدافع عن نفسه. الله يا أخي معلش، الناس قالوا الزمن، لكن في نقاط يعني بالضرورة يا أخي بتمنى منك يعني، نعم بنتمنى تبدين الزمن إضافي، لأنه في بعض الحقائق على أساس الناس تعرف. تمام تمام. معلش كل البلد تربط، يا عنصر المغرور 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 كل البلد تربط. شباب شكرا لكم فعلا، يا عنصر المغرور كل البلد دارفور. نحن دايرين نطلع من حتة انه العنصرية ما تكون مرتبة شو في دارفور، في عنصرية في جنوب كردفان، في عنصرية في الشرق. فنحن لازم نكون مبدعين في افكارنا، نحن ما ندير المشكلة، نفكر في الحلول.
فخلونا كلنا نطلع من حتة العنصرية دي لشنو التنوع. كثير من الناس ادينا فرص يتكلموا لنا عن شنو العنصرية. فعلا لو كان في إدارة بتاع التنوع بصورة تمام مفترض تكون في جامعات في دارفور وكل دول يقرأ في محله وفي المنطقة اللي هو فيها ويسكن هناك ويشتغل هناك. دي بصورة طبيعية المفترض يجاوب عنا الوزير الحقيقي وزير التعليم العالي هو المفترض يجاوب لك على السؤال ده. نحن نكون منطقيين عشان نقدر نمشي لقدام يا جماعة، نخسر كلنا على المحاور. نحن بنتكلم عن سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي ده خصوصا نحن شنو كجيل ما الحكومة، نحن ما نخلي كل مشاكلنا جماعتنا الحكومة. الحكومة دي حتى الآن هي ما قادرة تتفاوض فيما بيننا. نحن السلام الحقيقي ممكن نسمع له بتاعه. طيب يا اخوانا المحاضرة دي أو الجلسة دي بتاعت النعم لا للعنصرية نعم للتنوع هي سلسلة من جلسات طويلة جدا. في المنبر بتاع الباحثين السودانيين ده في عدد من الدكاترة والأساتذة والباحثين جاء قدموا محاضرات تانية. من المهم جدا يا اخوانا الناس تتابع كل يوم لأنه الوعي بيتركب فوق بعضه، يعني عملية تراكمية ما حاجة واحدة بس أنا باخدها وبخلي الباقين. من الناس الضيوف اللي استضفناهم هنا ده كان بروفيسور سيف الدين النقرابي، هو بروفيسور في جامعة كندية وكان بيتكلم عن مستقبل التعليم والبحث العلمي في السودان. من ضمن الاقتراحات اللي قالها إنه الجامعات ما تكون مناطقية، يعني مش دارفور عشان ننمي دارفور ونعمل جامعة في دارفور وأولاد دارفور يجروا فيها يبقوا منغلقين عليها هناك، وكذلك في البحر الأحمر ودنقلة. لا، الجامعات تكون مرتبطة بالبيئة بتاعتها، يعني الجامعة بتاعت الزراعة في منطقة الزراعة. أي زول دار يقرأ الزراعة من كل السودان يمشي للحتة دي والناس هناك بتنصهر. جامعة الخرطوم وأم درمان البوتقات دي بتنصهر فيها الشعوب والقبائل وكده لأنهم كلهم جايين لهدف واحد، زي ما نحن هنا في الاعتصام جايبنا هدف واحد اللي هو شنو؟ تسقط بس وسقطت بس وسقطت ما سقطت صابينا صح؟ فمن المهم جدا يا اخواننا ما نفكر في الامور بصوره مناطقيه ولا قبليه، نفكر فيها بصوره قوميه، انه نحن دارين احسن زول في الزراعه هو اللي يقود الزراعه صح؟ كذلك اي زول دار يقرا زراعه يخش احسن جامعه فيها زراعه بغض النظر اللي حيقريه منه، جاء علي شايق ودنقلاوي ده كلام انتهى خلاص. فالمساله بتاعت انه والله الجامعه دي تكون في المنطقه دي ان احنا الدونه ودي ما الدونه دي هو كان الدايلما دي الدائره كانوا داخلين فيها ناس الانغاز صح؟ انه كل زول مسؤول حكومي يعمل له اقطاعيه ويدعم ناسه ويقوم ناسه يدعموه. ان احنا دايرين ندعم بعضنا في كل الحتات. فالمساله بتاعت الجامعات في المناطق والكده، الجامعات يفترض انها تكون مرتبطه بالبيئه بتاعتها. في كميه بتاعت محاضرات اكثر من 40 محاضره هسه اوريدي تمت في محيط الاعتصام هنا في مصلحه الباحثين السودانيين وموجوده كلها في القسم بتاع الفيديو في مجموعه الباحثين السودانيين. مهم جدا الناس ترجع عليها يا اخوان، مهم جدا ترجع عليها اساس انه احنا نبني فوق الوعي بتاع بعض، ما يكون في حاجه منفصله الليله اخذنا المحاضره دي وخلاص انتهينا، لا المحاضره والثانيه والثالثه والتوعيه وجلسه النقاش وكذا. بعد الجلسه دي يا اخواننا بتاعت مبادره لا للعنصريه نعم للتنوع في عندنا دكتور طارق صديق احمد ادم حيقدم رساله الدكتوره بتاعته من جامعه الخرطوم في الاداره والعنوان بتاع اثر الثقافه على عمليه صنع القرار الاستراتيجي في السياق السوداني. دي حتكون هنا بعد البتاع طوالي تواصل برنامج. مرحبا بك، عرفنا باسمك وياريت تركزين على شنو المحاور. لا للعنصريه نعم للتنوع، فكرتك شنو في العنصريه وكيف نبدا نمشي لمرحله شنو التنوع. باسم فتح الرحمن في السطور يعني بالنسبة لي أنا أسمي العنصرية أسميها التمييز. التمييز ممكن يكون بسبب الدين، ممكن يكون بسبب العرق، ممكن يكون بسبب اللون. والمسألة دي مش موجودة من الليلة، موجودة من 56. الليلة لما تشوف السلسلة بتاعت الدولة السودانية في بعض المؤسسات، يعني أنا الليلة في زول يكون ديانته مسيحية، يعني وجود الجنوبيين كان مسخر أحيانا كان بيعينوه المسيحيين، لكن من أي اتجاه تاني أمسك الأقباط ما بتلقى لي جبت الليلة موجود في الدولة السودانية تم تعيينه. كان في حاجة نادرة جدا هو كان دكتور جوزيف تيم ماي. فالمسألة بتاعت التمييز هو شغل يعني زي ما بقول عميق جدا. فعشان نطلع من الحاجه دي احنا محتاجين نأسس لدولة بتاع القانون. دولة القانون هو نحترم هو القانون، نتعامل مع القانون. عشان ما نتعامل مع القانون محتاجين يعني إزالة الدولة القديمة. محتاجين زي ما قالوا الشباب، احنا محتاجين
لدولة سودانية أو السودان الجديد. السودان الجديد هو المؤسس للدولة، ولازم يكون في احترام للقانون بشكل جاد، ولازم احنا كمان ندافع عن القانون، لازم ندافع عنه بشكل جاد. إننا لازم ندافع عن، احنا طلعنا من أجل الحرية، والحرية يعني هو حرية فكر وعقيدة. فإحنا لو ما دافعنا، يعني أنا بفتكر إنه ده بينصفي الديمقراطية، يبقى الديمقراطية هو أساس السودان الجاي. إحنا لازم نخط في رأسنا إنه الديمقراطية هو اللي يحكمنا، أي حاجة غير الديمقراطية بيبقى إحنا خلاص حدنا عن طريقنا. فأنا يعني بالنسبة لي هقوم إنه زمن الخليج. أنا كمان ما داير أبقى، يعني هو حق ما هو الديمقراطية، ما أنا داير أسمح لغيري يعني عشان يأخذ. يعني إنه كم فير يا جماعة، إنه كل دور أربع دقايق يجي لي أبوس تاني، كل دور أربع دقايق سودان بيجي لي قدام ما كان الكلام جميل. أي فحقيقة أنا 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 دار أشدد على الثوار إنه الدولة الجاية تكون دولة قانون، دولة سياسة حكم قانون. يعني الليلة لما عدينا من نوايس القانون بعد كده حيبقى المسألة دي حنرجع تاني أهو يجيب زول بيقول لك والله أنا اسمه الدولة الدينية بسم الله، لكن الليلة لما يكون في دولة قانون أنا أحترم القانون. يعني بعد ذاك أنت دينك شنو وقبيلتك شنو، ده بيبقى في اللحظة دي بينا. الليلة في التعيينات لما نيجي في التعيين في حتة، يعني لما نبقى أنا أطبق القانون بيبقى خلاص يعني فير، يعني هو كل شيء. شكرا جزيلا لك يا أستاذ، أخبرتني بالكلام الجميل ده، وإن شاء الله نتحول لدولة قانون وتنوع باحترام لكلمة الإنسان. تفضل يا دكتور، عرفنا باسمك ورأيك شنو في لا للعنصرية نعم للتنوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور بحادين الدباسة، أولا الجمع جميل جدا جدا، والكلام فيه برضو جميل ويطول شديد، يعني 4 دقائق وثلاث دقائق ما أظن تكفي الكلام في محاربة العنصرية الغبلية والعنصرية الفكرية. العنصرية الغبلية فقط، العنصرية الغبلية والعنصرية الفكرية، ودي هي يعني فعلا زي ما قالوا الإخوة من 56 وقبل 56 كانت موجودة، لكن استخدمت بصورة سيئة من 89 إلى يومنا هذا، استخدمت بصورة سيئة جدا. إذا كانت عنصرية قبلية أو عنصرية فكرية، فالعنصرية الفكرية كانت هي الأسوأ، مش القبلية فقط، كانت هنالك عنصرية فكرية سيئة جدا، في تفرقة كبيرة جدا بين متعلم وجاهل. نحن الآن في شارع القيادة من يوم 6 أبريل كسرنا هذه العنصرية، العنصرية الفكرية انتهت تماما والحمد لله. كذلك العنصرية القبلية في شارع القيادة أيضا يعني انكسر فيها الكثير، ولكن نريد أن يكون الأمر هذا إلى الأمام أو لقدام، يكون السودان أو السودان عامة. نحن جماعة بالمناسبة في حاجة الناس كلها ما فاطنها أو ما عارفاها أو ما مفتكرها لها أو بتنساها، نحن السودانيين مختلفين اختلاف تمام، اختلاف توتالي عن كل العالم. مختلفين في شنو؟ نحن مختلفين عن العرب، ونحن مختلفين عن الأفارقة، نحن نموذج خاص، عشان كده مفروض نكون سودانيين فقط، ولا يربطنا شيء إلا السودان، لا لون ولا عرق ولا فكر ولا غير ذلك. السودان هو الربط والرابط الكبير بيننا، لأنه أصلا أي سوداني لو طلع بر البلد دي هو مختلف عن العرب ومختلف عن الأفارقة، شكلنا ذاته مختلف عن العرب ومختلف عن الأفارقة. إذن ما مفروض يكون عندنا عنصرية قبلية، والعنصرية القبلية استخدموها إخواننا الفاسدين العنصريين، حاولوا يدمروا الشعب السوداني ويحكموا الشعب السوداني أكبر فترة ممكنة، 100 سنة 200 سنة قرن قرنين بالعنصرية
القبلية، ولذلك قاموا قسموا السودان إلى قبائل. نحن إن شاء الله ونقول بإذن الله في الفترة القادمة ما حيكون عندنا عنصرية قبلية، كلنا أبناء السودان الواحد، إذا كان زنجي أو عربي أو غير ذلك. بعدين زي ما قلنا العرب الآن، نحن لو رجعنا للتاريخ القديم العربي ما في عربي كامل، وإنما عربي زنجي، عربي زنجي، إذا كان تلقى أبوه عربي أو أمه زنجية. وده يا جماعة نحن مفروض نتخطى الأمور دي خالص، ونتخطى عملية إنه أنا عربي وأنا قبلت فلان وأنا قبلت فلان. ناس المؤتمر الوطني حاولوا يزرعوا فتنة كبيرة في السودان ويشتتوا بالسودان، وما حصل المؤتمر الوطني. لو رجعنا للتاريخ يا جماعة الزبير باشا كان بيعمل نفس الشيء في تركيا. ولذلك لا نطيل أول الزمن والناس تأخذ فرص تتكلم، لكن الأمر ده يا جماعة لابد أن ينتهي، والنقاش فيه يطول ويطول، والحلول إن شاء الله موجودة بإذن الله. حيكون سودان جديد، سودان بدون عنصرية قبلية ولا عنصرية فكرية ولا عنصرية دينية بإذن الله. لكم التحية والاحترام والتقدير. أنا أعقب على حاجة خليك ترد على كيف نصنع تنوع وسلام اجتماعي أو مستقبل. طيب المستقبل يا جماعة والتنوع الاجتماعي في السودان بإذن الله يرتبط الأمر بالتعليم. التعليم هو أساس التنوع الاجتماعي والتنوع الثقافي. نحن عندنا ثقافات عدة في السودان يا جماعة، لو استخدمنا ثقافاتنا وفي مجالنا العلمي حيكون عندنا تنوع اجتماعي وثقافي كبير جدا ورابط بين كل السودان على التعليم. ولذلك لابد أن نجود منهجنا التعليمي ونكرر التعليمي من النشئ إلى الدراسات العليا، ويكون موحد بإذن الله بدون كلام. شكرا لك يا دكتور، كلامك جميل. فعلا ده ركز على حاجة، إنه يا جماعة العنصرية دي مصدرة التربية، تنشئ الزوج والمال الصغير، والألفاظ اللي بتلقاه من أقرب الأقربين له واللي هو سواء كان أمك أو أبوك. فلو كان في وعي تعليمي حقيقي للتنشئة الحياة دي كلها نحن نقدر نتعرف. نحن الآن في الجيل اللي في عمرنا ده في باقي الدول بيتكلم عن النهضة، بيتكلم عن معالجة المناخ. نحن مطالب حسي الآن الحياة فيها دي لظروف استثنائية بعض. أنا دول بتاع إدارة، يعني حسي مطالب أتكلم عن سلوك الفرد في كيف إنه أحقق دخل لشنو للمؤسسة اللي أنا فيها. لكن للأسف الشديد نحن الآن بنتكلم عن معالجة الحياة الاجتماعية، لكن برضو ما ضيع من زمننا، لأنه في النهاية الوطن اللي بنحلم به يستحق أكثر من كده وبنديه أي شيء. لكن ما عن لازم نركز إنه نحن نطلع من حتة القبيلة دي. نحن الآن بنتكلم عن تنوع وسلام اجتماعي ورفاهية، ونقدر كيف نبني وننتج. يعني سلوك الجاي الحضاري المدني اللي بنتكلم عنها دي مدنية مفترض تكون سلوك حضاري بيتمثل في كل يوم. القوارير اللي بنجدعها المهم اي حاجة في حياتنا اليومية لازم تتغير، ولازم تتغير كيف؟ يعني لازم نتناقش فيها كيف، ما في حاجة ما بتفضل. كل شيء ممكن اذا فكرنا فيه بالعقل ومشينا لقدام. لا للعنصرية، نعم للتنوع. معانا زول ممكن ندي فرصة بس نخلص لنا، حنقلل الفرص شوية عشان نشارك اكبر كمية من الناس. العنصرية وممكن نعالجها كيف، او التنوع كيف نصنع سلام اجتماعي. الاسم أيمن عبد بكر محمود من نيالة. سألوني الكيزان قالوا لي قبيلتك إيه، قلت لهم بكل برود الدم وكبرياء وفخر، قلت لهم لا انتمي لأي حزب سياسي، أنا انتمي فقط للسودان وشعبه وجنوبه وشرقه وشماله وغربه. وأنا الآن في الاعتصام، أرى الاعتصام ده إنه كدولة مسخرة وتضم جميع أنواع الأعراق وموحدة روعتنا في تنوعنا وقوتنا في وحدتنا، ولا للعنصرية. شكرا. معانا في السودان تنوع قوتنا في وحدة ثقافتنا. أنوه للناس الصفحة بتاعتنا في الفيس، كلنا سودانيين، لا للعنصرية، نعم للتنوع، وكلنا شير يا جماعة، لأنه السوشيال ميديا هو صنع التغيير. السوشيال ميديا هو المستقبل الجاي. السوشيال ميديا الإدارة بتاعت التنوع بتاعنا الحقيقي، لأنه مع ظروف الحياة الناس بقت ما بتتقابل وما بتتحاور، لكن هناك في مساحات
لانه كيف نحن نصر صراحه دي حاجه دارنا وهلا السودانيين اغلبهم في السوشيال ميديا بيظهروا بقبائلهم الحاجه دي عارضه بالمناسبه في ناس كثار من الاجانب بيفتكروا انه بتلقى القبيله الفلانيه بيفتكر انه ده منتج ولا فكر علمي بيفتكروا الحاجه دي صراحه وكده يجوا هنا الواقع يتكلموا مع ناس بيفهموا بالحاجه يقول لا دي قبائلنا العشائريه يا ريت النادي من منطلق الوعي انه نظهر بافكار جميله وما نخلي قبائلنا هي تكون المصدر للتعارف يكون عندنا فكر وحاجه نقدر نقدمها للعالم العالم ما بيستفيد من القبيله حاجه بتظهر في 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 العالم اذا كان عندك بحث علمي ولا حاجه بتقدر تعالج بها قبائلنا السودان قالوا في امريكا مقبول لحاجه واحده الاسره بتاعتنا دي بنقول على الصينيه الدائره بتاعت الاسره دي هي دي المغرض الاساسي اول الحاجه اللي خلت اللوبي الامريكي كله يفكر انه السودانيين ديل مستوعبين في اللوتين عشان يعالجوا لنا مدرسه الاسره المفككه يعني انتوا الان امريكا محتاجه لكم عشان تعالجوكم الاسره المفككه انتوا ما قادرين تصنعوا تنوع هنا الحاجه دي تحدي برضه لقدام نركز يا جماعه على حته انه كيف نصنع تنوع وسلام اجتماعي دي النقطه دايرين نحركها وهي دول عايز يناقشنا ما حنركز على القبيله يا جماعه لانه هي دي مشكله ونحن حنركز ثاني في شنو الحلول ونوي ثاني الصفحه بتاعتنا كلنا سودانيين لا للعنصريه نعم للتنوع تفضل كيف نصنع سلام اجتماعي او تنوع طيب مساء الخير عليكم وانا ما حاطيل كثير لانه المساله هي مرتبطه بنقاش كثير وبنشكر مبادره الباحثين السودانيين لإتاحتهم الفرصة وفتح مساحات للنقاش لأن الناس تتكلم بواحدة من جذور المشكلة أو جذور الأزمات المرت بها الدولة السودانية ويمكن الشعب السوداني كان أنا بسمي فشل في أكثر من 3 أو 4 تجارب في أنه يسيق السودان معافى فبفتكر دي سانحة كويسة أنه كل السودانيين يكونوا حريصين جدا لأن نقدر نبني وطن معافى ووطن يشملنا كلنا الموضوع الناس تتكلم فيه هو موضوع شيء وموضوع مهم صراحة المسألة بتاعت العنصرية اللي كرست لها كل الأنظمة بطرق مختلفة يعني الناس ما تفتكر أنه الشعب السوداني هو قام بشكل فطري أنه قاعد يرفض بعض لكن قمنا ولقينا منهج قمنا ولقينا الرياض بتاع أطفال قمنا ولقينا في حينا تمرق ماشي أمك بتقول لك داك فريق النوبة وده فريق العرب وما تمشي مع أولاد كده لأنه هم بعملوا كده تجروضة بقروك تاريخ بتاع ناس انت ما عندك علاقة بهم بكرس لحاجة محددة الأنظمة جات وأنشأت مؤسسات الليله في فرق كوميديه مهمتها كلها بس تفرز ابناء الشعب السوداني ترسم زول بطل وترسم زول ما بطل وتحاول توصل لك رساله انه في زول محدد بمورفولوجيا محدده هو الانسان المكتمل ومفترض انت تبقى زيه كل الليله الاجهزه بتاع الدوله التاريخيه انت فتحت التلفزيون تلقى زول بشكل مورفولوجي محدد الإذاعة الصحف يعني دي واحده من الاشكاليات اللي هي كرست لها بمفاهيم محدده وخلت ابناء الشعب السوداني وصلنا المرحله دي كويس نحن عشان نقوم نطلع من المشكله بتاعت العنصريه او التمييز العنصري كيف نحن محتاجين مساله بتاعت التسامح الاجتماعي وقبول الاخر لطالما حددنا المشكله هي شنو حددنا انه هنا كسودانيين المشكله بتاعت العنصريه وتمييز عنصري النظام ده كان عنده مؤسسات عنده منهج عنده تاريخ قدر يزرع الحاجه دي جوانا هسه بفتكر الباحثين هم معنيين بشكل واضح في انه كل السودانيين يقعدوا في دائره مستديره زي حسي قاعدين فيها دي ما في زول عنده خطوه من الثاني على اساس انه نقدر نسيق منهج من واقع بتاع الشعب السوداني نقدر الواقع القبيل هو قال الناس تقعد في الصينيه ده خليه يكون جزء من المنهج بتاعنا على اساس انه يكون تنشئه اجتماعيه وايديولوجيا الشعب السوداني او الجيل الجاي يكون يمشي بها عشان ما نقوم نجي نرجع ثاني لقصه بتاع انه تجي تشكل نكات ويقول لك ده العرب زود وده الغرابة وده العبيد الكلام ده بالمناسبة ده المنهج وده النظام وده آليات وأدوات محددة على سنه يوصلنا المرحلة دي يعني ما أكثر الناس تقوم عارف الحظ فيه الليلة تجيب فنانة تجي تقول لك يا أخي الجاليين ما شايفاهم النوباوي ما شايفاهم فلان داك ما شايفاهم الموضوع ده ما هو ده نفس الإشكال اللي بشكل فيك ميكانيزمات بتاعت أنه في زول أحسن من الثاني صح ولا ما صح؟ الليلة عندنا أبطال ساهموا مساهمة فعالة في تاريخ الدولة السودانية وطرد المستعمر لكن الذي تلقى شارع الزبيدة بأشراح ما تلقى كوبري المغنمر بما أنه في بطل كان جزء وكان قاعد مع المغنمر ده وناضل لكن الليلة التاريخ تسلوه المنهج إحنا أنا في تقديري مسألة العنصرية هي دي واحدة من الجذور المتجذرة في إشكال الدولة السودانية حتى الأنظمة الجادة عاقبت كان فشلت في أنه تعالج المسألة لأنه مرتبطة بمنهج مرتبطة بتاريخ وكلام كثير أنا بقوم بسألتين الباحثين وكل السودانيين الآخرين يكونوا حريصين انه دي سانحة ودي فرصة ذهبية ما تتفوت تاني لطالما كان همنا هو النظام المؤتمر الوطني هو كان جزء او امتداد للانظمة اللي هي كان كرست للعنصرية فنكون حريصين ما نكرر التجربة دي عشان تاني السودان يكون مجزأ وتاني السودان يكون مغطى في مكان المسألة دي بالنسبة لنا مرفوضة وانا ما دار اطيل لانه الزمن مشى فبقول الثورة قادمة لا محال والشعب لابد ان يسور
من أجل مستقبل الوطن شايلونه في عيننا نور نفديك من قيد البقول نتوشح الثوب في الصدور ونقول سوداني وكفى ما نسمع الجهوية يوم والكل سواسية بس كفى غربا شمال شرقا جنوب بيناتنا ما يكون أي سور وشكرا لكم. فعلا لا للعنصرية نعم للتنوع مع المتحدة التنوع بين الناس ندي فرصة ركز لنا على شنو التنوع والسلام الاجتماعي كيف نصنع سلام اجتماعي وتنوع. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا لله الذي أعطاها لنا هذه الفرصة الشكر كل الشكر للإخوة الحضور حقيقة يا جماعة إحنا من زمن طويل طال كنا منتظرين فرصة دارينا تلمنا كمجموعة بتاع الشباب وإحنا بنتكلم عن السودان وقضايا السودان القضايا اللي ممكن تواجهنا هنا الشعب السوداني بكل أسف يعني إحنا أغلبنا تقريبا بنحاول إنه نتعامل مع النتائج إنه نعالجها كيف لكن جذور المشاكل بكل أسف ما قاعدين نتطرق لها ولا حتى نبحث عنها نشوفها وين مشكلة السودان بصفة عامة هي مشكلة بتاعت لغب سياسية ولا حتى سياسية إحنا بنجي نعتبرها إنها هي كده واقعيا في الأرض هي مشكلة بتاعت لغب لكن اللغب دين هما مجرد أدوات أصلا بنفذوا بعض المشروعات أو المشاريع الكبيرة اللي ممكن تكون مخططة الآن يا جماعة عالميا إحنا لابد من إنه الملف العالمي الآن لابد من إنه يكون موجود وبعمق خالص في أوساط الناس الباحثين والمفكرين في القضايا اللي ممكن تواجهنا إحنا كشعوب عشان نحقق مصيرنا لابد من إنه نعرف أبعاد قضايانا حتى بعد ذلك نجي نحاول نخطط ونرسم إنه كيف نقدر نحقق سلام إن كان ولا حتى لو منظومة اجتماعية ممكن نقول خالية من الشوائب القضية بتاعت العنصرية ما أدراكم العنصرية العنصرية في السودان نحن خلقنا هكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا مجموعة من أعراق ممكن تكون حتى أرقاب وألوان وأشكال هذا التنوع قد يكون هنا لو استخدمناه استخدام سليم هتبقى لنا حاجة ممكن تكون نعمة من نعم الله والعكس هو الصح استخدام سيء تبقى لنا مذلة فالشعوب الغربية الآن يا جماعة أنا أقول لكم حاجة بكل أسف أغلب الشباب الآن يتكلم عن الحكومة البائتة أو الحكومة اللي ممكن تكون خلت الحكومة فاتت لكن ما زالت يا جماعة ما زالت الأيدي اللي بتصنع الحكومات المستبدة أو الدكتاتورية أو الحكومات اللي ممكن تقمعنا وتسرق حقوقنا وتسرق إرادتنا هي ما زالت نفس الأدوات موجودة الآن بالمناسبة ممكن تجينا بطريقة تانية ما لو عقولنا تتغير وتحاول تدرس أبعاد المشاكل اللي إحنا بتحصل لنا الآن على مستوى المنطقة العربية يا جماعة معلش أنا ممكن أطلع شوية من صلب الموضوع لكن في أهمية وفي ضرورة إن أنا لازم أشيل المسافات دي المنطقة العربية الآن في بعض الدول بادرت إنها بتجي وتساند الثورة الشعبية في السودان بس إنها تنحد وترتغي يوم من الأيام وهذه أكذوبة وخدعة خدعة ملفقة وملبسة بشعارات ممكن تكون هي كاذبة في حد نفسها المنطقة العربية لا تريد أن الشعوب التي تقوم بثورات وتغلب بعض الأنظمة لا يريدون يكون لها وجود فبالتالي من الأدوات المستخدمة أنا بقول لكم ببساطة شديدة العنصرية في بعض الدول كرست لكي تخلق شرخ في المجتمعات والمجتمعات دي تكون ضعيفة ومتجددة فبالتالي أي نظام يصل إلا شنو تزرع فيه وممكن يمشي فيه الشعب عندما يكون واعي بالكلام ده كله الوعي الشعبي يا جماعة الناس اللي بيتكلم عن العنصرية في السودان المسألة دي ما بنحملها لأطراف بعينها معينة المسألة مسألة فهم وعلم ودراسات ينبغي إنه الناس تدرس الحكاية دي بأبعاد عميقة جدا جدا ونشوف أبعادها أصلا جات من وين وليه أصلا كده لأن إحنا ربنا خلقنا كده إحنا لو استخدمنا العنصرية استخدام سليم إحنا هنجيب منها نتائج إيجابية لكن استخدام سيء هتجينا نتائج سلبية النتائج السلبية جنينا إحنا من الفترة الفاتت بكل أسف والله يا جماعة إحنا الآن عندنا أهلنا ممكن من الغرب قاعدين في معسكرات الشباب اللي يتكلموا عن الثورة الناس المنتهين اللي كان طبهم عشرات الآلاف دين هم منتظرين أهلهم هنا في الشمال كسودانيين الآن مبادرة سلمية ممكن يقوم وفد لأن إحنا جانا وفد من أمريكا مشى لدارفور وشاف ناس المعسكرات الحصل لهم شنو وأزروهم وقفوا جنبه إحنا هنا منتظرين كان كيانات ولو كانت روابط شبابية تمشي للناس دي هناك أصلاً نحسب نفسنا إنه أخواتنا السودانيين وقفوا معنا لكن صنفنا بحكم إنه التابع العنصري إنه هؤلاء هم كذا وكذا فبالتالي حرمنا من حقوقنا الإنسانية البسيطة الطبيعية اللي ممكن يدونا أخواتنا الآن إحنا جسدنا ملحمة
في الساحة هنا في ساحة القيادة إنه الشعب السوداني كله شعب واحد، ولا عنصرية ولا جهوية ولا لون ولا قبيلة ولا عرق، إنما إحنا سودانيين وبنتكلم عن السودان، ورغم الكارهين ورغم الكايدين نحن هنبني دولة سودانية موحدة شعبها لا يعرف إلا السودان بإذن الله تعالى. وإلى الإمام، وربنا يوفق الشعب السوداني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ليك بدر عقب على حاجة، كيف نصنع سلام اجتماعي يقود السودان للمستقبل؟ طيب، نصنع إن شاء الله سلام اجتماعي معافى من خلال بإذن الله تعالى المرحلة القادمة هيدخل بعد التعديلات في المناهج التعليمية بالذات في الدراسات في المدارس الأولية إن شاء الله. بارك الله، هيدخل تعديلات إن شاء الله. إحنا هنرسخ أول حاجة الدستور السوداني، لابد من إنه يكون مادة أساسية يدرس للطلبة لأي إنسان مواطن سوداني يكون واعي بحقوقه الدستورية، ولما يطلق الجرس للمواطن إنه أخرج الشارع. إحنا لو خرجنا يوم واحد ممكن نسقط، إن كانت حكومة أمريكية ولا أعظم قوة في الأرض لا تستطيع أن تجابه الشعب عندما يخرج ويجتمع. لكن في أجواء التخلف لا يمكن لك أن تخرج الناس وهم أصلا ما عارفين يطلعوا لشنو ولا حتى يتكلموا عن شنو، لكن لما توعي الناس أكيد الناس هتطلع. فبالتالي إحنا محتاجين لتغيير المناهج ونزرع بعد الجوانب اللي ممكن تكون مهمة جدا جدا، لأنه إحنا وضعيتنا وضعية خاصة، وضعيتنا في السودان ممكن تكون أصعب على وضعية في أمريكا. الآن لو دار تعلم الشعب السوداني لابد لك أن تجابح القوة الخارجية التي تزرع بعض المقومات اللي ممكن تهول دونك ودون إنك تبني دولة قابلة إنها ممكن تنهض، بل ننهض إحنا باستمرار. فمسألة إنه نرتقي هذا الأمر متروك لنا، إحنا محتاجين لمساحة بتاع الدراسات ممكن تكون مستفيدة، وإن شاء الله لو ربنا وفق إحنا المرحلة القادمة في أطروحات كثيرة الآن، لكن الساحات الآن فقط للخطابات الحماسية وإلى آخره، إما المشروعات الفكرية فهي عندها بعض الجوانب الأماكن الممكن تكون محصصة لها تدرس في شكل مشروعات وتقدم لجهات معنية إن شاء الله ويدرسوها بعد ذلك تنفذ بإذن الله تعالى. كلامك منطقي جدا، التعليم هو أساسية حاجة، الوعي هو اللي بيخلي الناس يفكروا في قضاياهم الحقيقية وبعد ذلك نبدأ نحل المشاكل. دكتور أنور. أيوه. طيب يا إخواننا فعلا في صالات بتاعت نقاشات وقاعات وكده وبنقدم لها مبادرات. هسه المجلس العسكري يقول لك جابوا لنا مبادرات وكلام زي ده. احنا التحدي بتاعنا انه الوعي خيار الشعب، انه كل مواطن سوداني في محيط الاعتصام وفي كل السودان يتملك الوعي اللي بيخليه ياخذ القرار المناسب. يعني انت لما تدي تفويض لاي جهه اعلان الحريه والتغيير تجمع المهنيين الى اخره تكون عارف انت اخذت القرار ده بناء على شنو. فالمسألة بتاعت ان احنا نستنى لحد ما نشيل المبادرات ونلمها ونديها للجهات المعنية، المعنيين منه؟ المعنيين احنا ديل الناس الموجودين في ارض الاعتصام، ديل هم اصحاب التفويض الاساسي، انتوا ديل الموجودين. لذلك المنبر بتاع البحثية السودانية يا اخواننا منبر بتاع وعي، اي واحد فينا لو في اي حاجة ناقصاه وما فاهمها دي الحتة بتاعت النقاش. زي الشباب ديل كتر خيرهم مبادرة للعنصرية، هسه حاليا مهمتهم الاساسيه مش يعملوا ورقه ووثيقه دستوريه وما اعرف شنو يشيلوها يرفعوها للجهه المعنيه، لا، همهم انه كل الناس يكونوا شركاء معاهم هنا ده في ارض الميدان، لانه من هنا بنحارب العنصريه وبنثبت التنوع بتاعنا. فمهم جدا جدا يا اخواننا انه ما نمشي في الاتجاه القديم بتاع انه في نخبه في زبده في ناس فاهمين هم اللي هياخذوا لنا القرار. ان احنا اي واحد فينا هنا ده هو اللي بياخذ القرار. ومهم جدا ان نكون على مستوى بتاع وعي واحد عشان نبني الدوله المدنيه اللي احنا دايرينها. تمام، شكرا جزيلا. دكتور انور مرحب بك. لا للعنصريه، نعم للتنوع، كيف نصنع سلام اجتماعي؟ بسم الله، كل المدى سلام. لا للعنصريه، نعم للتنوع. ده عنوان يا اخواننا مفروض يكون عنوان بتاع ثوره قادمه للسودان، لأننا نحن يا أخواننا بنواجه تحدي حقيقي وتحدي كبير جدا. الناس يا أخواننا والله العظيم ما ملاحظة للحتة دي، والعنوان بتاع حرية سلام وعدالة في حاجات كثيرة قاعد تكون متضمنها، ومن ضمنها مسألة إزالة العنصرية. لو ما إزالت من السودان، السودان ده يا أخواننا القوى الخارجية متربصة بيه وحيتقسم لدويلات. والكلام ده يتذكروا إنه في واحد اسمه محمد أسد قال الكلام ده في يوم من الأيام في منبر الباحثين السودانيين. كويس، الناس كلها اتكلمت عن العنصرية زمان والله هنا، لكن وركز على الغبلية. العنصرية دي يا أخواننا كلمة فضفاضة جدا، وأي فعل بتاع التمييز أو بتاع استعلاء يعتبر عنصرية.
لكن يا اخوان احنا نركز على الحاجات الأساسية. يعني العنصرية هنا نحن في دناب الغبلية، لو جينا في المجال بتاع الغنى برضو دراجير مدعى أولاد العرب رقعة، قالوا القليب حرق حرقوه بالنار حرق يا ناس شنو ودى الغرب. يعني العنصرية يا اخواننا متجذرة وقاعدة في جوانا، عشان كده أنا دار أضع حلول. واحدة من الحلول لي يا اخواننا، الناس لو ما غيرت من الحياة جواه والله الوضع ما حيتصلح. عشان ما نجي نتكلم كلام هنا كلام سميح، كلام بتاع أمنيات وكلام بتاع أحلام، الناس تغير من جواه. ومن الليلة الناس القاعدة دي هنا كلها أمشي أنت من بيتك أمشي أبدأ التغيير يا أخوانا، التغيير يبدأ من هنا من جوانا. ده الشيء الثاني، الناس تعايل الناس في مناطق الحروبات دي يا أخوانا، في زول اغتصبوا أخته أمه قتلوا أسرته قدامه، دي في حاجة في أثر قاعد يكون متبقي ما بعد الحرب، ده اسمه التروما. التروما دي يا أخوانا والله ما بتروح ولا بتروح بكلامنا اللي قاعدين نقول هنا. نحن محتاجين لأتيام بتاعت نفسيين كويس، خبرة نفسيين، الناس دي تمشي تعمل مبادرات تعمل غوافل، الناس تمشي على أساس إنه يكون في مبادرات بتاع التوعية بتاع النصر بتاع ثقافة السلام. نحن كده بنقدر نحل جذور المشكلة، لكن إحنا لو ما عملنا كده ما حلينا أي مشكلة. ده شيء. الشيء الثاني، نتمنى إنه يكون في وزارة الثقافة في إدارة بتاع التنوع. أنا ما أعرف الآن هي موجودة كان في الحكم البائد ولا ما موجودة، لكن الإدارة لازم تكون فعالة، والحاجات دي يا أخواننا لازم تتضمن في دستور الدولة السودانية من أجل استمرار الدولة السودانية، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. شكرا لك. بأمن على حتة إنه مفترض يكون في إدارة بتاع التنوع وتكون موجودة في شنو الدستور يحميها، لازم يكون في إدارة بتاع التنوع بصورة واضحة، والباحثين بيلعبوا دور كبير في الحاجة دي، وإن شاء الله يكون في الجمعيات إنه الصديقة اللي هي دارة تشتغل على حتة الحروب والمعالجات النفسية دي، إن إحنا معا هنكون إن شاء الله جزء من الحل. أستاذ لا للعنصرية نعم للتنوع، رأيك شنو كيف نصنع تنوع؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، محمد حسن. يمكن كلنا الفترة اللي فاتت دي كان في حاجة شغل الناس، كان في حاجة شغل الناس اللوتري الأمريكي، النتائج كانت الأيام اللي فاتت وبتاع، الناس ما سألت نفسها ليه الأمريكان ديل جايبين الناس من كل جهات الدنيا العالم ويعملوا لوتري أمريكي ويجيبوهم، هو الفكرة بتاعته شنو؟ هو ما فكرة بتاع التنوع، هم ذاتهم دايرين التنوع. التنوع اللي احنا موجود عندنا ده ما قادرين نستفيد منه، الناس بتدفع فيه قروش عشان تجيبه تخطه عندها، محتاجين هم للتنوع ده عشان لأنه عارفين ميزة التنوع شنو، عارفين أهمية التنوع شنو في العلوم وفي الصحة. بيقولوا ال- 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 الجينات المتصهرة اللي بتكون يعني هجين دائما بيكون فيها في الجمال، بتكون هي الجميلة، تمام، في الجمال الشكلي بتكون هي الجميلة، في الجمال الروحي بتكون هي الجميلة، في الذكاء في العقل بتكون هي الجميلة. برضو بنعرف نحن كلنا انه الزواجات اللي بتتم بين الاقارب بتكون عندها المشاكل الصحية بتاعت التخلف العقلي وكده، عشان كده التنوع مهم لكل الحالات. نحن عندنا تنوع جاهز. انا اتذكر يوم من الايام واحد من المعلقين المصريين كان بيتكلم عن التنوع الموجود في السودان، قال نحن لو في مصر لو عندنا التنوع الموجود في السودان ده ما كان في ميدالية من ميداليات الأولمبيات بتروح مننا، قال ما كان في ميدالية بتروح مننا. التنوع الموجود في السودان ده فيه كل الأشياء. لو جينا مسكنا بس الرياضة دي، لو جينا مسكنا الرياضة عندنا الناس الطوال، عندنا يعني السلة دي أفضل وعظم لعيبة السلة الأمريكان كان أصولهم ترجع سودانية، تمام. نرجع للطول بتاع الناس الموجودين في البيئات السودانية المختلفة دي، ده بيساعد في حاجات كثيرة جدا جدا في الأنشطة الرياضية في الأنشطة الاجتماعية. التنوع ده محتاج الفكرة بتاعت لازم يكون في الدستور فيه ويكون في وزارة الثقافة في إدارة بتاع التنوع، مهم الكلام ده شديد جدا جدا. نحن عانينا من حاجات كثيرة جدا في البلد، عانينا من حاجات كثيرة خالص، من رغم انه من زمان نحن بنعرف من قصة علي عبد اللطيف والحاجات اللي كانت موجودة في المنهج واتزالت من المنهج واتزالت ليشنو، لكن دار اقول حاجة تانية، التاريخ بيكتب المنتصر، التاريخ بيكتب المنتصر. نحن عشان نكتب تاريخ صح للبلد دي مفترض ننتصر، ولازم ننتصر في ثورتنا دي عشان نكتب تاريخ حقيقي صحيح للبلد. شكرا جزيلا.
شكرا لك يا استاذ. فعلا احنا محتاجين نوثق لحاجاتنا. انا دائما بقول انه هي فكره في الدنيا دي عشان تمشي لقدام لازم توثق لها. مرحبا بك. لا للعنصريه، نعم للتنوع، كيف نعمل او نصنع تنوع وسلام اجتماعي في السودان. بسم الله. طيب بسم الله. يا اولا بتحدث الاسم عباس بقرة بن خليفة من ولاية شمال دارفور. طيب ارفع صوتي. لا للعنصرية، لا للجهوية. كل ما اكون موجود في دولة سودانية هو من ما من تكون من الليل ولا مبارح اشيل صنوعهم للناس الموجودين سابق حققوا 30 سنة من مستقبليا، يعني قاعدين هم كان قبل ما يكون حكموكم يعني، وقبل منهم زادهم شغل اللي فيه موجود. طالما موجود أنينا شغلانية ده ما من ليلة نحن نتكلم عشان نكون نخير في جزور جزوريا تطليا، يعني نكون نخير في توتن. لكن قللنا نتحاكم على طريقة اللي هم بتحل المشكلة الوجوه القدامي في الموجودين على حسب وجد الميدان الشباب السودانية الناشدين وباحثين على كل المفكرين الموجودين على دولة سودانية بحل المشكلة. المشكلة دي الناس إخوة اللي تحدثوا قبلي تكلموا كلامنا، لكن الفيجن الشغلة دي بحل الجذورا كده التعليم المنهج التعليمي من بداية للنهاية. الناس أذكر في نوع من الكتب ديل في الولد الأزرق، في ولد سنة خامسة تقريبا أو بالضبط أنا ما بذكر يعني سنة خامسة، مما أنشحت الكتب المنهج التعليمية من خير من أساسه وبدايتها ده العنصرية ذاته. عنصرية ده وين؟ عنصرية ده مطالب، عنصرية ده بقوم فينا الطالب الأساس. أنا في بيتنا أمي إذا كان نوع وأبوي نوع من القبائل مختلفة ها يطلع يعني أنه الأمي بقوم بيشجيني لإلى شنو؟ أهله، وأبوي بيشجيني لأهله. ده شنو يعني؟ ده ما جزء من العنصرية. إذا كان أنا في جوال بيتنا عندنا عنصرية شنو يعني؟ شارع ما في ده كلام فضفضة، ما تتكلموا كلام فضفضة. لابد أن تتغيروا من منبر سلمي تعليم، بعد ذلك تكون تفكروا الأفكار الثانية من أن تكون تفتشوا تجيبوا أنه ناس تفتشوا. أنا قبل 3 شهور جاي من مصر، إذا كان أوكي واحد يقول لي من مجرد ما أنا قال بشكلي هذا أب سودان ها ده أب سوداني ها مالو أنا مالو لوني أسود يعني شنو ولا عشان داري مني شمي ولا أحمر، لأن السودانيهم بيتمرون سوداني ده واحد أخبى لديك كده يعني ما مفهم، لأنه من منهجنا زاد ما بحلينا نفكر إنه نصنع سيناريو عشان نبقى ما هو سوا في سب واحد. حتى إن النظام الحاكمنا كمان شنو كمان ساعدنا بزيادة مطفينا للتيش عشان الناس تتحابوا عشان ما يمشي قدام. أنا نمشي لبيت جيراني عشان نتكلم معه في موضوع إنه أنا هو بيشوفني أنا أقبل، هو إذا كان أنا متعلم منه هو بيشوفني أنا أقبل لأنه هو لونه شايف من لون الفريق. وإذا كان كده هوية عنصرية دي السودانيين بيعتبروا اللون، مش تقولوا كلام ولا تقولوا عرق ولا لون، والله بس خاصة السودانيين بيعتبروا باللون. إذا عشان كده نحن أولا ما نقول مستوطب ده دولة عامة، نقعد من كل الوزارات ما مشكلة وزارات الوجه تعليم تربية تعليم، نغير جذور التربية تعليم من بداية للنهاية. بعد ذلك نجي لشنو؟ الجامعات. الجامعات ذاته فيه عنصريات وقبليات، لكن ما مشكلة الجامعات ممكن يسأل بقيت واعي عاقل متعلم انت براك ممكن تصنع مع ناس تعيش، لكن من بداية انا تصنع لي سنارة بدأنه انا ده عب وده احمر وده اسود وده شمالي ده دنقلاء وده شمالي. ده ما تفريز ما من الليلة يا جماعة، تفريز لنا اللي دارني صفوها من هنا ده من قيارتنا ده. الناس يبغوا حتى شباب السوداني والله المرحلة بداية من السنة الفات وزارة الثلاثة بتاع السنة الفات يعني من زمن ذاك.